السادة مدير الإدارات معايا، بعض الإدارات ما بعتتليش الغياب لحد دلوقتي، عايزة نسبة الغياب في مادة اللغة العربية. تمام، إدارة البرج بعدت بقية الإدارات، إدارة الحمول نسبة الغياب ما وصلتليش لحد الآن. تمام، إدارة كلين، إدارة كلين نسبة الغياب عندك كام؟ السادة مدير الإدارات السادة مدير الإدارات عشان الخطأ لا يتكرر، إذا حصل خطأ في أي لجنة أو أي تعدي يجب إثبات الحالة شؤون قانونية فورا أولا، يجب إثبات الحالة شؤون قانونية فورا أولا قبل إبلاغ أي جهات أخرى. دكتورة بصير نكاسك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، حاجة جديدة استحدثتيها حضرتك علشان تتواصلي مع الإدارات التعليمية، حاجة جديدة لأول مرة. هي جديدة على كفر الشيخ، لكن المفروض دي حاجة أساسية، احنا في عصر التكنولوجيا دلوقتي، وأهم حاجة إن أنت تكون حاضر في واقع في وضع في يعني في في موقف الحدث نفسه. إدارة كفر الشيخ فيها إدارات حدودية بعيدة جدا جدا عن ديوان المديرية، ونفس الإدارة فيها مدارس بعيدة جدا جدا عن بعضها، فكان لابد من وجود وسيلة تواصل سريعة خاصة أثناء الامتحانات. عشان كده احنا الحمد لله عملنا خطوط إنترنت سريعة، وعملنا فيديو كونفرنس من داخل المكتب في داخل ديوان المديرية زي ما حضرتك شايف، غرفة العمليات زي ما انت شايف، فاحنا على تواصل بال 13 إدارة في حينه فيديو كونفرنس مباشرة، لو حصل أي حاجة أو عايزين أي طلب بيبقى مع الإدارات مباشرة، فإن شاء الله تكون خدمة تفيد المديرية بالكامل. ما بتكتفيش بالتفقد بس، ده أنت كمان في غرفة العمليات شغالة. طبعًا، إن شاء الله ربنا يعدي الامتحانات على خير، والنهاردة اللغة العربية عدت على ألف خير الحمد لله هي والدين، وإن شاء الله بقية الامتحانات تعدي على خير.